انا قبل البرنامج سالتك قلت لي احنا باتجاه باتجاه ماذا؟ انا بدي اقول لك شغله بخطاب سماحه نائب الامين العام الشيخ نعيم عفوا نعيم قاسم، قال بالحرف باننا في مرحله جديده ومعركه الحساب المفتوح. هذه نقطه مهمه. انا بقول لك في مرات اخرى قال مش سماحه الامين العام السيد حسن نصر الله بان قد فتحت دوائر الاحتمالات. يعني هذه من الناحيه العسكريه، عندما نقول فتحت دوائر الاحتمالات بالحرب يعني ان لا اسقف بعد اليوم لهذه الحرب الا بأن يقوم العدو الإسرائيلي. وهذا تحدي كما قال ضيفك الكريم من الاستوديو، بأنه هذا تحدي من حزب بدولة صغيرة لإسرائيل الدولة الأقوى التي كانت أقوى قبل 27، والتفوق الأمني العسكري وجيش لا يقهر وكل الأساطيل الأمريكية موجودة، ويقوم وتقوم المقاومة من حماس من غزة وحزب الله من لبنان بتحدي إسرائيل وكل القوى العظمى التي نعلم بأن أمريكا عندما كانت تريد أن تسقط نظام أو تحتل منطقة ترسل إليها حامل الطائرات وفرقاطة ومدمرة ويسقط النظام وتحتل البلد دون دخول دون حرب. الآن نحن نتحداها وبحزب صغير ونتحداها. طبعا كمان قال ضيفك الكريم بأنه معنا الله وهذه أقوى الأسلحة، الصبر والثبات. يعني هو هذا فقط هذه المعادلة لا تكفي، يعني هذه الحرب غير المتكافئة بين حماس وبين قوة مدعومة من كل العالم ومن العرب اللي ذكرتهم ومن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل هي هذه المعادلة كافية. لا خليني أقول لك معادلة تانية جدا بالإضافة إلى الثبات والصبر والاتكال على الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، إلا أن الأسلحة الموجودة داخل العدو الإسرائيلي هي يعني قوية وقوية جدا، ولكن ليس لها قدرات. لماذا؟ لأن لدينا السلاح التقليدي والتكتيكي الذي ما نزال نقوم به، ولكن بأيدي مجاهدين أذكياء. على الرغم من أن السلاح تقليدي بداية، يصبح هذا السلاح ذكي جدا لأنه بيدي المستخدم الذكي. بينما من الناحية الإسرائيلية على الرغم من ذكاء الأسلحة التي لديهم إلا أنهم يقومون بضربات غبية لأن المستخدم غبي.